نظم نشطاء للبيئه وخبراء وشباب ومجتمع مدني وسكان اصليون ممن تضرروا من التغيرات المناخيه في جميع انحاء العالم نظموا مسيره داخل المنطقه الزرقاء نحن نفعل ذلك لكي نطالب بالعدالة المناخية ونحن نتاج العدالة المناخية نحتاج أن يكون هناك تعويض على الخسارة والضرر الذي نتج عن التغير المناخي نحتاج من الدول الغنية التي تستغل بلادنا أن تحقق لنا العدالة المناخية نحتاج أن يكون هناك عناية بمحيطتنا وأرضنا وأن تساعدنا الدول الغنية نحن نطالب بالعدالة المناخية وبالمساواة لكل الشعوب نحن نطالب بالتمويل يجب على الدول الغنية أن تدفع مقابل الضرر والتلف التي تسببته لنا بسبب التغير المناخي. هناك العديد والعديد من الكوارث والعديد من المشكلات والتأثيرات السلبية التي نعاني منها بسبب التلوث وبسبب سوء التغذية الناتج على التغير المناخي. الدول الغنية والدول المتقدمة يجب أن تدفع مقابل الضرر الذي ألحقته. نحن نرسل رسالة إلى قادة العالم وكل الأطراف المعنية أن تعالج الأزمة المناخية التي واجهها العالم ليس فقط في أفريقيا ولكن في كل أنحاء العالم في كل أنحاء العالم وأن يتم التعامل بشكل جدي الأجيال القادمة سوف تعاني ومستقبلنا على المحك نحن نمثل مجتمعاتنا ورسالتنا هي أن التغير المناخي له جثور ويتعلق بالاستعمار والاستخدام المفرط ونريد تمويل المجتمعات التي تأثرت والتي خسرت الكثير ونريد تعويض على الخسارة والضرر للمجتمعات الضعيفة نحن نطالب بالعدالة المناخية لا يمكن هناك أن يكون هناك انتقال مناخي دون أن يكون هناك عدالة مناخية هناك الكثير الذي لم يفهمه قادة العالم حتى الآن وليس لديهم منظور يتعلق بالعداله، ولهذا فإن مبدأ الخساره والضرر مهم جدا، يعاني الكثير من البشر. لدينا ثلاثه امور هامه وثلاثه مشاكل تتمثل في الفيضانات وخساره والحرائق التي تسببت في خساره المنازل، وهناك الكثيرين الذين فقروا حياتهم، ونحتاج لأن نوقف الانبعاثات بأسرع ما يمكن لأن كل درجه حراره ترتفع فان هناك المزيد من الارواح التي تزهق والدول العالم كلها سوف تعاني